خلينا نروح الآن للزميل العزيز أحمد مصطفى عبد العزيز اللي ينضم إلينا الآن للحديث طبعا عما حدث في دور المجموعات في كأس الأمم الأوروبية. نرحب فيك أستاذ أحمد، منور اليوم إيش هذا القميص اللي لابسه اليوم أنت؟ يعني شجع منتخب عمان. بس شكل جديد اليوم، شكل مختلف، نيو لوك نيو لوك. نيو نيو لوك نيو لوك انا قبل ما ادخل بسلم عليكم وبقول لكم مجددا يعني التحية للشعب العماني الشقيق الحبيب، ولك اخي ابو علي، ولا الاستاذ وليد الخفيف. وليد نعم، رجل رائع، ولك أسرة ترى على فكرة أيوة الخليج. نعم وليد نعم قبل الحلقة كانت ولكل أسرة وليد قبل الحلقة كان برنامج يتكلم عنك. كوبا أوروبا. لا 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 ما لي علاقة. لا مسموح دي يعني محبة، دي محبة، دي محبة كده يعني، محبة 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 ليكم وليه وللناس الطيبين يعني كده من الغرب إلى الغرب، يعني اللي ما لي علاقة بثناء ومدح وكده. الله يخليك. طبعا بالنسبة لك انت للمرحلة تشجع الأولى جورجيا ولا حبيبي، ايش يعني؟ بالنسبة للمرحلة الأولى والله يا اخي جورجيا انا دائما بساند اللي الناس بيعتبروهم ضعاف وبيعتبروهم هو يعني الحلق الاضعف. انا دائما بكون دائما مع هؤلاء، لانهم بهؤلاء نحن بننجح، بهؤلاء نحن نصل لاهدافنا، بهؤلاء ربنا بارك لنا، بهؤلاء بنصعد الى القمه، بهؤلاء بيكون كل شيء جميل في الحياه. جميل. فنحن مرة نحن دائما بنساند الضعفاء الذين ينظرون لهم الآخرين بأنهم ضعفاء، ولكنهم هم ليس ضعفاء على الإطلاق بإذن الله تعالى. جميل. أنا طبعا الشافوه في الشافوه الشافوه في التلفزيون في الفضائيات والمختلفة و و و و ما احكي عنه، ما احكي عن نتائج، ما احكي عن اداء فني، ما احكي عن يعني اشياء شاهدوها الناس، طيب. لكن حاتكلم عن طبعا المرحله الاولى لاي بطوله عالميه، اي بطوله اوروبيه. نعم انا بس لاي بغيت بطوله اسالك سؤال عربيه بس عالميه استاذ اوروبيه احمد، دائما الدور الاولى الدور. انا بغيت اسالك سؤال قبل لا تدخل في الحديث تفضل وانك تتعمق في الحديث عن تفضل دوري ابو علي المجموعات، تفضل ابو علي تفضل. كيف نفسر يعني صعود نعم ذكرت بأنك تساند الفرق اللي كانت تقليديا ينظر إليها بأنها لا أقول تكملة عدد وإنما هي يعني حظوظها صعبة في المنافسة إذا صح التعبير، ولكن كيف نفسر على سبيل المثال صدارة النمسا لمجموعة تضم إلى جانبها قوى كروية عالمية بحجم فرنسا وهولندا؟ كيف نفسر صدارة رومانيا لمجموعة تضم إلى جانبها بلجيكا؟ كيف نفسر صعود صعب لإنجلترا من مجموعة تبدو في المتناول للفريق الإنجليزي وهو طبعا إلى جواره صربيا وكذلك سلوفينيا والدنمارك؟ كيف نفسر فوز جورجيا وبثنائية على حساب البرتغال؟ برأيك هل نحن أمام البرتغال بداية تغير خريطة المنافسة الكروية الأوروبية؟ نحن نفسر الكلام كله بالعمل. العمل هو الوحيد الذي يغير المفاهيم ويغير النتائج ويغير حتى يعني يغير حتى الانطباعات اللي أصبحت راسخة ومعشعشة في أذهان المتابعين في المدرجات وفي الإعلام وفي كل مكان. العمل هو الذي يوصل إلى النجاح ويغير المفاهيم ويغير كل شيء. لذلك أستاذي أبو علي يعني أنا بقول أنه نحن في مرحلة جديدة، المرحلة الجديدة دي مرحلة يعني ستتغير فيها كل الموازين، شاء من شاء وأبى من أبى، ستتغير الموازين. نعم، بدليل أنه يعني أنا هاخذ لك مثالين لكلامي ده عشان كلامي ده ما يكون فضفاض، باخذ لك مثالين. مثال
أوكرانيا في ظل أنه هي بتلعب يعني بدون جاهزية، ما عندهاش دوري في بلاده، ولا 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 عندها استعداد كما هو الحال بالنسبة للبلدان المستغرة من كل النواحي ورياضيا طبعا بكل تأكيد. يعني قدمت أفضل مما قدمت المنتخبات اللي كانت أصلا يعني هي مرشحة، وكان هي أصلا يعني عندها يعني الحظوظ أنه تمشي لقدام في البطولة دي. أخذك كمان من ناحية تانية بعيد، معلش يعني اسمح لي، ده المثال الثاني. المثال الثاني السودان. السودان بيلعب في بطولة إفريقية شرسة في مجموعة قوية جدا جدا، سنة وثلاثة شهور بدون دوري، بدون أي شيء، حياة معاناة، اللعيبة في ظل ظروف نفسية سيئة و إلى آخره. يتصدر السودان المجموعة بتاعته اللي فيها السنغال واللي فيها توغو واللي فيها الدي ار سي. يعني ده بيديك مؤشرات بأنه يعني هناك الإرادة، هناك العمل، هناك القوة الذاتية الدافعية اللي هي بتحول كل بتحول الصعاب تهيد الجبال. نعم، نحن أمام مرحلة جديدة تتغير فيها الموازين. يعني أنا ما بقول الكلام ده بحماسة ولا خطاب حماسي ولا ولا ولا، لكن دي حقائق. يعني الحقائق هي تفرض نفسها، ما حدش يعني بيطلع على منصة وعلى منبر ويقول كلام حماسي بدون سند يعني موضوعي. فالحاصل أنه فوز جورجيا، تقديم المنتخبات اللي أشرت عليها والمعروفة، مستويات كويسة، ده يؤكد أنه المسؤولين في تلك البلدان قدموا عمل يحترم. جميل. لذلك ظهرت منتخباتهم بمستوى قوي. برأيك من هو الفريق الذي كان يستحق التواجد نعم إلى جانب معي. هذه المنتخبات في الدور الثاني ولم يصعد؟ سؤال صعب، خيارات ما فيها. ما أنا حقيقة يعني ما لا ما أنا ما عايز أجامل، وما بحب أجامل أصلا نهائي. يعني أنا حتى لما حكيت معاك في قبل يومين قلت لك كرواتيا لا تستحق أن تصعد، وحتى مستواه اللي قدمته في المباراة الأخيرة أمام إيطاليا يعني لا يشفع عليها أن تصعد، لأنه كان صاحب المباراة كثير من السلبيات على مستوى الجهاز الفني وعلى مستوى اللاعبين، اللي كان يعول على الكبار منهم أن يوزنوا الملعب ويوزنوا المباراة ويعملوا عملية بتاعت قراءة سليمة في الأوقات بتاعت المباراة، خاصة هم متقدمين 1-0. يعني في أخطاء كبيرة، وحتى زلاتكو وقع في أخطاء كبيرة جدا بالطريقة اللي لعب بها، واعتماده على الزون ديفنس يلعب على الهجمة المرتدة. ما ممكن يعني منتخب بقيمة كرواتيا تاني كأس العالم، ثالث كأس العالم، بيقدم مستويات كويسة، يظل يعني حبيس، يعني عناصر يعني أكل عليها الدهر وشرب، قدمت يعني جزاهم الله خير، وما يعني ما قصروا ومتعونا وكل شيء. لكن كمان المنطق بيقول والعقل بيقول يعني لازم يكون في تجديد، ولازم كان يحصل الكلام ده. أنا بفتكر إنه النقاط المضيئة يعني في اللي طلعوا هذه الغادروا البطولة، يستحقوا المغادرة، يعني ما في مجاملة. طيب، لكن من صعد هو يستحق الصعود يعني حقيقة. يعني مجموعة بس طيب على نعم. كثير ترى أنت ذكرت لي قبل في وقت سابق أن تركيا ما عندك أمل كبير أنها توصل بعيد في البطولة. يعني هل قدمت تعرض لا، موطي تركيا رأيك؟ تركيا ما تصل بعيد. شوف، ها، تركيا قدمت كرة حلوة على مستوى الأفراد وعلى مستوى العمل الجماعي. لكن يا أستاذي أبو علي، نكون واقعيين، يعني مرحلة النوك أوت بتكشف المنتخبات اللي صعدت يعني
بكرامة البليلة. نحن كرامة البليلة دي عندنا مثل عامي سوداني، كرامة البليلة يعني بالعافية، يعني صعدت كذا، صعدت كذا حماس وبتاع، هناك ما عندهاش القدرة أنه تواصل بناس بذات النسق جميل في النوك اوت. التساوي في مجموعة أستاذ أحمد، نعم التساوي في مجموعة فضل. بلجيكا في النقاط بين 4 منتخبات، هل يعبر عن قوة هذه المجموعة أم العكس؟ دي أول مرة في تاريخ البطولة. هي مجموعة، لا مجموعة 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 يعني كان يعني تقدر تقول وسط وسط، لا يعني احنا ممكن نقول مجموعة قوية. المجموعة القوية مجموعة اللي كان يفترض يكون إيطاليا، اللهم صل وسلم، إسبانيا، كرواتيا، نعم دي مجموعة قوية جدا على فكرة. بس كرواتيا دي أنا في نظري أنا يعني تعتبر نقول المجموعة قوية، لأنه فيها 3 منتخبات تقيلة تقيلة تقيلة، إيطاليا، إسبانيا، كرواتيا. كرواتيا فشلت لأنه ما استعدوا كويس، شكليا كانوا قوي، شكليا تاريخيا بالنتائج بالثقل يعني المعروف عن الـ3 منتخبات هذه. هذه مجموعة قوية يعني. المجموعة الثانية أوكي يعني فيها مستويات كويسة، لكن لا ترقى، لأن نقول مستويات يعني قوية يعني للدرجة إياها يعني. يعني دائما مجموعات الدور الأول يا أستاذ أبو علي، نعم، بيكون فيهم منتخبات يعني بدعم الحماس، بدعم الحماس في أنه تجيب على رجلينا وتقامر بقوة. في منهم من ينجح وفي منهم من يسقط. جميل، بسألك عن مستويات بعض المنتخبات في الدور الأول. اتفق. بسألك عن مستويات بعض المنتخبات في الدور الأول، نعم، اللي هي مصنفة تقليديا بأنها منتخبات منافسة، لكن مستواها حتى الآن لم يعبر عن ذلك. باختصار شديد، إنجلترا. نعم، انجلترا انا خبرت قلت لك، انا انجلترا منتخب يعني اسمع يعني في مثل عامي يقول لك شنو، ساعدني يا عمي وليد، اسمع ما تعرف شنو، اسمع صديق. اسمع جعجعة ولا ارى طحنا، مش ما تعرف صدق ولا ارى طحنا. انجلترا ليه انجلترا 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 ما 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 اسماء رنانة، عمرها ما تصل لمرحلة لمنصة. لا اسماء رنانة ابو علي، ما في طريقة اليوم نهائي دي حدهم، بس الشو بتاع الميديا دي يعني ما عاجب منك اسماء رنانة، حدهم بس يلعب متجوزين مليار. رنانة فين يا عم الشيخ؟ فين رنانة يا ابو علي؟ متجوزين مليار وشوي. ما رنانة على مستوى الافراد، عندهم افراد لاعبين اوكي، قروش في الملعب تمشي، قروش في الملعب تمشي بيقدم مستويات، لكن كمنتخب لا. نعم، قروش في الملعب تمشي يعني مثل ما يقول السودانيين، فلوس تمشي في الملعب، مليارات، قيمة سوقية عالية جدا. الفلوس لا تقدم المتعة، الفلوس لا تقدم المتعة يا أستاذ أبو علي. يعني أنا فاهم غلط، في فلوس لكن ما بتقدم المتعة مع منتخب بلاده، تقدم المتعة مع أنديتها، لكن مع منتخب بلاده ما بتقدم. الأندية يعني باور فول، أقوى من المنتخبات، والمثال عندك ريال مدريد، عرفت كيف؟ فنعم يعني أسع شكله برشلونة. زين بيكهام مستواه في ريال مدريد زي 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 مستواه في المنتخب؟ لا. طيب فرنسا، ما في مقارنة. فرنسا دي حكاية، فرنسا دي حكاية بقى. فرنسا منتخب يعني بعد ما ديشامب عادله رشده واقتنع بعد محاربته لبنزيما، اقتنع ب أنه يعني كانتي هو الحل بالنسبة له، راح في لحظة إلهام استدعى كانتي. كانتي ده قلب المنتخب الفرنسي upside down،
يعني قلب، هو عمل تغيير ايجابي بشكل كبير للمنتخب، خاصه في المحور في وسط الملعب، لانه كان تيتو زي ما بتعرفوا يعني، وانتم ما شاء الله عليكم ادري مني في الجامعه الحتديه، الكانتي طاقه هائله في وسط الملعب، امكانيات كبيره، بوكس تو بوكس 6 8. كانتي ظلم لما حكموا عليه بالاعدام وقالوا هذا اللاعب خلاص 33 سنة يعني، وإصابات تكررت كثيرة جدا، إصابات مزمنة. أيوة كروبين انتهى، لأنه قالوا على الإصابات بعد إصابة الركبة، جاءوا إصابة في الفخذ ما تعرف شو، جميل. حكموا عليه وقالوا هذا اللاعب خلاص يعني انتهى. لكن كانتي جاء صنع روح جديدة للمنتخب الفرنسي، وخلى المنتخب الفرنسي يصعد للمستوى ده. كانتي هو النجم الأول، وليس كيليان إمبابي. يعني كيليان ما قدم ولا واحد من 10 المستوى اللي قدمه كانتي للمنتخب بعد يمكن جولتين وثلاث جولات. هولندا كيف يعني، تخيل ياخذ تو تايمز، مرتين جائزة افضل لاعب محكوم عليه بالاعدام كرويا. جميل. انه عنده اصابات مزمنه، انه واو 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 بشكل سريع. هولندا يعني هذا كلام خطير جدا وكلام مشكله. هولندا برضو انا ذكرت لك هولندا حكاية. بعد 88 لا ما عندهمش بيصلوا النهائي لكن ما فوزوا. ليش؟ لانه ما عندهم راس، المنتخب بيلعب بدون راس، ما عندهمش، لا عندهم نيسكينز، لا عندهم فان باستي، لا عندهم رود خوليت، لا عندهم ليستروي، لا عندهم فاندرسار، لا عندهم قدام ده اللي كان بيلعب في مانشستر يونايتد، اوكي ما عندهمش مهاجم يعني يترجم لهم كل العمل الجميل اللي بيعملوه في الكره الشامله. الهولنديين بيقدموا عروض يمتعوا ويطلعوا، لكن يصلوا المنصه ياخذوا يرفعوا كاس. لا هم يصعدوا من ضمن الافضل التوالد، مش كده؟ نعم. جميل، شاكرين لك هذا التواصل معنا أستاذ أحمد المصطفى. نعم. ومنور دائما باللوك الحلو هذا، الشباب معجبين فيك اليوم، نقول اليوم لأستاذ أحمد. شو رأيك في الفنية دي؟ جميل، بس أنا ما أعرف من شجع يعني، يا جورجيا يا الدنمارك يا تركيا. لا ده انا ما بقول اي حاجه. دعنا من السودان طبعا. انا عميد العام بدلة السودان، الاتحاد السوداني للدرس. ده علم السودان، شايف؟ وده أيوة. شعر السودان. ايوه، فريق سبحان الله يعني، وقريب علم عمان لكثير من البلدان العربيه الشقيقه، العالم ديه، وحتى قريب للعالم العماني الشقيق يعني. فاللون الاحمر واللون الاخضر واللون الابيض وكذا والاسود، فده بدي يعني طاقه ايجابيه كبيره جدا. اتمنى الطاقه الايجابيه دي ان شاء الله باذن الله تعالى. انت حلو بكل الالوان. نعم، حلو بكل الالوان والحالات حبيبي. الله يخليك، مشكور. الله يرضى عليك. شكرا. انا اشكرك كثير، اشكر كثير يا ابو علي، واشكر كل الاسره والجميع، يديكم العافيه. شكرا كثير. استاذ احمد المصطفى عبد العزيز، متواصل معنا من الامارات طبعا، والحديث عن دور المجموعات في كأس أمم أوروبا.